وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الحرص على وضع أمر سمو ولي العهد التنفيذ الفوري. سعادته وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على أعداد جدول زمني لتنفيذ خطة تلبية الطلبات ذات الأقدمية بأسرع وقت ممكن، معربة عن الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به قطاع السكن الاجتماعي من رعاية سامية واهتمام حكومي كبير، مثنية على التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، خاصة في مجال توفير خدمات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وقالت الوزيرة الرميحي إن خطة تلبية الطلبات تتضمن خيارات تتسم بالمرونة والتنوع بهدف سرعة تخصيص الخدمات لتلك الشريحة، موضحة أن الخيار الأول يتضمن تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج تسهيل بقيمة تصل إلى 40,000 دينار، مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق. أما الخيار الثاني يتمثل في توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3,000 دينار وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين، فيما يتمثل الخيار الثالث في منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج تسهيل والمقدرة ب 70,000 دينار مدعومة بمنحة قدرها 10,000 دينار. وأشارت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن خيارات القسائم والشقق السكنية سيتم توفيرها للمواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 900 دينار، فيما سيشمل الخيار الثالث الخاص بتمويل تسهيل المواطنين الذين يتراوح متوسط مدخولهم الشهري من 900 وحتى 1500 دينار.